بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل المتعلقة في الصلاة، من ذلك التسليم، ما حكم التسليم، ومن يشارك من المتأخرين عندك ضيف. التسليم ركن من أركان الصلاة، ما الدليل؟ نعم، نعم، الحديث من يذكره عندك أحسن، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: تحريم التكبير وتحليل التسليم، هو حديث حسن. قول تحليل التسليم معناه أنه لا يتحلل إلا بها، إلا بالتسليم. فهل كلا التسليمتين ركن أو تسليمة واحدة ركن؟ عندك يزيد؟ نعم، الأولى هي الركن، لأن قول تحليل التسليم مصدر، التسليم مصدر يطلق على الواحدة والاثنتين، ولأن الصحابة ورد عن جماعة من الصحابة بأسانيد صحيحة أنهم اقتصروا في الجنازة على تسليم واحد. يقول الأخ: لو أنه سلم على السن شماله هل يجعل الثاني عن يمينه؟ الجواب لا بأس، يكون مختلف عليه الترتيب ما يضر. فالتسليمة الواحدة هي الركن، ولو جعلها عن شماله تحلل من الصلاة، ولكن خالف السنة فلا يتعمد المخالفة، فإن حصلت سهوا فلا بأس. الالتفات سنة، والتلفظ هو الركن، التسليم هو الركن، الالتفات سنة، الالتفات عن يمينه وعن شماله من السنن. قوله: ومع ذلك فالسنن وهي الرفع في المواضع الأربعة. ما المراد بالرفع في المواضع الأربعة؟ من المتأخرين المشاركة عند الأخوة المتأخرين الذي على العمود، الرفع اليدين، حذو المنكبين، أو إلى فروع الأذنين، ثبت هذا وهذا في أي مواضع الأربعة هذه؟ ما هي المواضع الأربعة؟ ارفع صوتك. عند الركوع، قبل ذلك عند تكبيرة الإحرام، ثم عند الركوع، ثم الاعتدال من الركوع، ثم القيام من التشهد الأول، ويرفع يديه حذو منكبيه أو حتى يحاذي فروع أذنيه، ثبت هذا وهذا. فكيف يكون الرفع؟ هل يجعل باطن اليدين على جهة الوجه؟ أو كيف يصنع عندك هذا؟ يجعلها مستقبلة القبلة، يجعل كفيه مستقبلا بهما القبلة. قال الشوكاني: والضم جعله من المستحبات. ما هو الضم؟ ما مقصوده بالضم؟ نعم، من سيجيب؟ الذي رفع يده في المتأخر، المتأخر ذاك وضع اليمنى على اليسرى، وقد ورد الأمر بذلك عمن الحديث الوارد بالأمر لك زكريا في صحيح البخاري عن سهل بن سعد: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة. وهذا الأمر للاستحباب عند أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر المسيء في صلاته بذلك،
ولكن ليس معناه أنه يشرع الإرسال تعبدا بذلك كما يفعله طائفة من المبتدعة يرسلون متعبدين لله بالإرسال، فهذا رغبة عن السنة، من رغب عن سنتي فليس مني. كيفية وضع اليمنى على اليسرى؟ عندك الذي رفع يده في الأخير عبد الله، يشمل بيده اليمنى، يشمل الكف والرأس والساعد، سواء قدم شيئا ما أو جعلها عليهما تماما، ولو قدمه إلى الذراع فلا بأس. أما التقديم إلى العضد هذا ما عليه دليل، تقديم حتى يصل إلى العضد هذا ما عليه دليل، إما أن يشرع في الساعد أو يمد قليلا في الساعد. أما ما يصنعه بعض الناس يمد يده حتى يوصلها إلى المرفق أو إلى العضد هذا ما عليه دليل، هذا العمل خطأ، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفيها كيفيتان، إما القبض وإما الإرسال، البسط، القبض والبسط، بسط الأصابع أو القبض على الذراع، كلاهما ثابت، القبض والبسط كلاهما ثابت في سنن النسائي عن وائل بن حجر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح عفى الله تعالى عنه: قوله والتوجه بعد التكبيرة، قوله والتوجه بعد التكبيرة إشارة إلى دعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح من المستحبات وليس من الواجبات كما أشار إلى ذلك الشوكاني، كما أشار يعني أنه من المستحبات أشار إلى الاستحباب. والتعبير بقوله والتوجه نظرا إلى حديث وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وكان الأولى أن يعبر بدعاء الاستفتاح كما يعبر به الفقهاء. وأما قوله والتوجه فهو تعبير ليس بدقيق، لأنه يشير إلى حديث واحد من أدعية الاستفتاح، لكن يقول والدعاء بعد التكبيرة أي دعاء الاستفتاح، لأن أدعية الاستفتاح كثيرة، منها وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض الحديث، ومنها اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث، عمن الأول وعمن الثاني، لك السلام الأول رواه مسلم عن علي رضي الله عنه حديث طويل، الثاني في الصحيحين عن أبي هريرة. ومنها حديث أخرى ذكرها الإمام الألباني رحمه الله في كتابه صفة الصلاة، فقوله والتوجه بعد التكبيرة هذا من المستحبات وليس من الواجبات عند جمهور العلماء. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بدعاء الاستفتاح على سبيل اللزوم، فلما رآه أبو هريرة يسكت هنيها بعد التكبير قبل القراءة سأله ماذا تقول، ولو كان واجبا لأمرهم به قبل أن يسأله، فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره. وكذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بدعاء الاستفتاح. لماذا يستخدم الشيعة قول الدعاء وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض دون غيره؟ عندك أخنا سليم؟ نعم أنا من رواية علي، لا بقي السبب آخر عندك محمد؟ أنه في القرآن، هم يقولون حتى الأدعية ما تكون إلا من القرآن، يقولون قبل أن يشرع، هذا عجيب، إنه بعضهم وبعضهم، لعل بعضهم هكذا وبعضهم قبل أن يشرع في التكبير. لعل الشوكاني غن قوله بعد التكبير قصد أن يرد عليهم. قوله هو التعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة أيضا من المستحبات، والله سبحانه وتعالى يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم،
والأمر محمول على الاستحباب لا على الوجوب، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ قرآنا بدون استعاذة كما في خطبة الحاجة، وكما في بعض خطبه صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الآيات بدون الاستعاذة. وأيضا كتب إلى هرقل وإلى ملك الروم ملك الفرس كسرى وقرأ الآية بدون استعاذة، قل يا أهل الكتاب تعالوا. فالاستعاذة من المستحبات سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. استحباب مؤكد لورود الأمر بذلك، ولأنه مطردة للشيطان. قوله والتأمين، التأمين والاستعاذة في الركعة الأولى هي المؤكدة، فإذا أحب أن يكررها في كل ركعة فلا يمنع من ذلك مانع شرعي، لعموم قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا كررها في كل ركعة ليس هناك ما يمنع. ولكن لو اكتفى بالاستعاذة الأولى فلا يضر، لأنه لم يفصل بينها إلا بذكر، لم يفصل بين القراءة والقراءة إلا بذكر، والفصل بين القراءة والقراءة بذكر مشروع، لا يلزم منه إعادة أو لا يتأكد إعادة التعوذ كما في سجود التلاوة. في سجود التلاوة الإنسان يسجد ثم يقوم ويقرأ ويتم قراءته، وهذا لا يزال في ركوع وسجود وذكر لله سبحانه، وعليه فيواصل القراءة، عليه مواصلة القراءة ولا يضر. قوله والتأمين، التأمين عقب قراءة الفاتحة خاص بالصلاة، وهو من المستحبات، وليس ببعيد أن يقال بوجوبه على المأموم لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. إلا أن عامة أهل العلم يرون الاستحباب، ولو قيل بالوجوب لكان قريبا، ومنعنا من الجزم بالوجوب أنه لم يجد سلف نص على وجوب التأمين، لم يوجد سلف نص على وجوب التأمين على المأموم، ولعل من الأسباب أنه لم يرد في حديث المسيء في صلاته أيضا الأمر بالتأمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.